يس خلق الله، خلق الله إن شاء الله. اللي يدخلوا مشاهد ما حقتهم غلسة بال على أساس إنه ما حد شايفهم وما حد سامعهم، صح؟ right. طيب عادي جدا، إحنا في رمضان أهو والفجر بيأذن، صح؟ يعني إيش في رمضان؟ يعني الشياطين كل الجن، فاهم كيف؟ اتسللت يعني محطوطة كده في حتة ممنوع من الحركة، خلاص. أيوة، مين اللي فضل على سطح الأرض أو تحت الأرض أو whatever على الأرض؟ الإنس، right؟ بس بقى فالإنس، الإنس اللي تحت الأرض، الإنس اللي فوق الأرض، الإنس اللي قاعدين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف في الحتة اللي هم قاعدين فيها، بيشزوا كده، تعرف vibrating their energy لدرجة إنهم يدخلوا يعبروا كل المساحة الجغرافية دي علشان يأذوا من الأذية، من الاعتداء، من التجسس. اللي يحطوا يدهم على حاجة ما حقتهم، راسهم بطحة كبيرة. اللي يدعوا على الله الكذب على راسهم بطحة كبيرة. اللي خلاص مو يروح بقى يرجعوا تاني للسورس واستغفروا ربهم بعيد عني، لا، يجوا بس ينكدوا علي على اساس انه ايش، ماني عارفة انكم موجودين، كيف اعرفكم بالاسم؟ تمام، لا اله الا الله، يا عالم بحالي وغني عن سؤالي، خلاص، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. خلص 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 كل ده اللي جايين تتكلموا فيه ده كله، خلص. ليش؟ لانه اتسجلت في لوح محفوظ، متسجل هناك، تمام. فقاعدين بقى ايش تعملوا اذية على اساس انه ايش، تمنعوا المكتوب مثلا؟ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اللي حصل حصل، ادعاء الكذب او عاملين شوية دراما او ان شاء الله تعرف تجمعوا علي امة لا اله الا الله على انه انا سويت حاجة انا ما سويتها، وانتو عارفين اني انا ما سويتها، بس الدعاء. الذين يرموا المحصنات، صح؟ الحمد لله، وشهد شاهد من اهلهم، خلاص اتسجلت عندك مو عندي. اتسجل عندي كل اللي سمعتي، اتسجل عندي كل اللي شفتي، اتسجل عندي كل اللي حسيتي، اتسجل عندي كل اللي شفتي، اتسجل عندي كل اللي سمعتي، اتسجل عندي كل اللي حسيتي، تمام. ناو القول بقى باللسان، ولا تعجل بها لسانك، ولا تحرك لسانك لتعجل به. ايوه، تبي يكون الظاهر حقك غير اللي حسيتي وشفتي وسمعتي، اخترتي خلاص، لانه تلفظتي بالقول، تمام. ما اديتك اي وصف، لكن انت اخترتي الوصف وتلفظتي به. ذكي رب اسمه كريم.